بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشرح لكم منهجية الاشتغال على الوثائق في الجغرافية وكيفية ضمان ثمان نقاط بدون حفظ. إذا عندنا امتحان، نموذج ديال امتحان اللي كتكون فيه أربعة ديال الوثائق في الغالب. امتحانات كتكون فيها أربعة ديال الوثائق، سواء الامتحان الجهوي أو الامتحان الوطني في مادة الاجتماعيات. وعندنا أسئلة كتكون بحال هذا الشكل. الاسئله خمسه ديال الاسئله: حول معطيات الوثيقه الاولى الى مبيان مناسب، قارن نسبه نمو الاقتصاد الصيني ووضعيه الميزانيه التجاري، استخرج من الوثيقه، اكتب فقط. قبل ما نبدا بالطريقه او من شرح المنهجيه ديال الاجتماع ديال الاجابه على الاسئله ديال ماده الجغرافيه وضمان نقاط بدون حفظ، عندنا الوضعية الاختبارية في مادة الجغرافية كتكون على ثلاثة ديال الحالات. يمكن يحطوا لنا ثلاثة وضعية من الثلاثة ديال الوضعيات. انتبهوا معايا مزيان. إذا كاينة وضعية ماشي بحال التاريخ اللي فيها خمسة الأسئلة دائما تتعاود كما شرحت في الفيديو السابق. بالنسبة للجغرافية كاينة الوضعية الأولى، إما يعطونا إنجاز مبيان مع الاشتغال على الوثائق بحال هذه الحالة اللي عندنا، حول المعطيات إلى مبيان ثم نجاوبوا على الأسئلة. الوضعية الثانية هي التوطين على خريطة مع الاشتغال على الوثائق. والوضعية الأخيرة هي الاشتغال على الوثائق دون إنجاز التطبيقات، ما كاين لا مبيان ولا توطين على الخريطة. إذا هذا بالنسبة للوضعيات اللي كاين. حنا غادي نخدموا على هذه الوضعية الأولى اللي هي إنجاز مبيان بالأعمدة مبيان مع الاشتغال على الوثائق. علاش؟ لأن ملي دير الدراسة للامتحانات تقريبا ديال 10 سنين ديال الثانيه بكالوريا وديال الاولى بكالوريا، لاحظوا مثلا ملي كتكون الاشتغال على الوثائق في الجغرافيه، في 2012 كان الاشتغال على الوثائق في الجغرافيه في الثانيه بكالوريا، في 2014 الاشتغال على الوثائق في الجغرافيه كان مبيان، وفي 2016 كان الاشتغال على الوثائق في الجغرافيه كان مبيان، وفي 2018 كان الاشتغال على الوثائق في الجغرافيه وكان التعارف. وبالتالي في مجموع هاد الامتحانات اللي تحطات كنلقاو بان حطوا ثلاثة المرات المبيانات، وبالتالي واحد 60 إلى 80% إذا تحطت الوثائق في الجغرافيا كتحط المبيان، في حين الاشتغال على توطين على الخريطة لم يوضع منذ 2010 إلى الآن، والاشتغال على وثائق كيكون فيها مفاهيم ودون تطبيقات تحطت مرة أو مرتين. وبالتالي أغلب الامتحانات في الجغرافيا إذا تحطت تحط وضع إنجاز مبيان مع الاشتغال على الوثائق، وهي اللي غادي نخدموا عليها وغادي نشوفوا كيفاش نضمنوا 8 ديال النقاط بدون حفظ. اذا عندنا اسئله: حول معطيات الوثيقه 1 الى مبيان مناسب. كنمشيو للوثيقه رقم 1 اللي هي امامكم هنايا، وغادي نشوفوا المبيان المناسب. اولا كنكتبوا احول. السؤال الاول اللي عندنا: اولا احول الوثيقة إلى مبيان مناسب، وكتكون دائما على هذا المبيان ثلاثة ديال النقاط، يعني فرصة أن التلميذ يضمن هاد ثلاثة ديال النقاط وما يضيعهاش. كتشوف الجدول اللي عندك، كتشوف المعطيات الإحصائية اللي عندك، وكتختار نوع المبيان المناسب. وبالنسبة للمبيان المناسب راني شرحت جميع أنواع المبيانات اللي كيحتاجهم التلميذ إلى حدود البكالوريا في الدراسه، ملي كينطبق في الدراسه الى حدود الثانيه بكالوريا. جميع الانواع ديال المبيانات اللي يمكن يتحطوا في الامتحانات او لا في الفروض راني شرحتهم في الفيديوهات السابقه. حاولوا سجلوا الاشتراك ديالكم في القناه ورجعوا لهذه الفيديوهات باش تصنتوا لهم وتضبطوا الخطوات ديال انجاز المبيانات وتضمنوا ثلاثه ديال النقاط بدون عن. اذا ملي كنشوفوا هذه الوثيقه كنلقاو بان نوع اول حاجه كنحددوها هو تحديد. اول حاجه غادي نحددوها في حول الوثيقه الى مبيان في الوثائق هو تحديد المبيان المناسب. اذا هذه الاولى. من بعد ما كتحدد المبيان المناسب غادي نلاحظوا هنايا بان المعطيات هي معطيات ثابته، وبالتالي المعطيات الثابته كيصلح لها جوج ديال الانواع ديال المبيانات، اما الاعمده او لا القطاعي. ثم كنلقاو بان المعطيات غير متجانسه كما شرحت في الفيديوهات ديال المبيانات، ترجعوا ليهم باش تضبطوا الانجاز ديال المبيانات. هاد المعطيات غير متجانسه، وبالتالي نوع واحد اللي بقى صالح هو المبيان بالاعمده. اذا المبيان المناسب هو المبيان
بالاعمده، وغترجعوا للفيديوهات باش تضبطوها. الميبيان بالاعمده، اذا باش نمثلوا الميبيان بالاعمده، اول حاجه كنعاود ثاني حاجه نديروا تحديد المقياس او السلم. اذا كتشوف المعطيات اللي عندك، اكبر معطى واصغر معطى، وكتحاول تحدد واحد المقياس مناسب. من بعد ما حددنا المقياس، هنا غادي نديروا 1 سنتيم تتقبله 1%، 1 سنتيم تقابله 1%. من بعد ما حددتي نوع المبيان وحددتي المقياس المناسب، كتنتقل الى التمثيل. كترسم جوج ديال المحاور، محور افقي ومحور عمودي، وكتمثل هاد المعطيات اللي عندك تمثيل. من بعد ما غادي نمثلو، غادي يجينا بحال هاد الشكل، راني تم سبق وانجزته. اذا كنكتبوا لان معطيات في هذا ايجابيه ومعطيات سلبيه، ماشي صعيب. كنديروا محور راتب، وكنديروا الصفر، وكنديروا المعطيات الايجابيه فوق الصفر والمعطيات السلبيه تحت الصفر. وكل دوله كنمثلوا لها نسبه نمو الناتج الداخلي الخام، ومع ميزان تجاري، قيمه الميزان التجاري. اذا عندنا نسبه نمو الناتج الداخلي الخام للولايات المتحده الامريكيه مع الميزان التجاري، كنخليو واحد الفراغ نمثلوا اليابان نسبه نمو الناتج الداخلي الخام مع الميزان التجاري، ثم الصين نسبه نمو الناتج الداخلي الخام مع الميزان التجاري. وكنحطوا العناصر ديال الميديان اللي هي العنوان والمقياس والمفتاح، والمصدر ديال الميديان هو اللي تيكون اسفل الجدول. وبالتالي احنا غادي نضمنوا هنا ثلاثه ديال النقاط ما فيها لا حفظ ولا حتى شي حاجه، خصنا غير نتمرنوا على انجاز المبيانات. وراني وضحت لكم كيف ديروا تنجزوا المبيانات في مقاطع سابقه. اذا هاد ثلاثه ديال النقاط ضمنتها، ما فيهاش تمارا، فيها غير انجاز المبيان وما فيها لا حفظه لا والو. ثاني السؤال الثاني هو عندنا قارن، تيكون دائما ملي كيتحط المبيان السؤال اللي كيتحط موراه دائما هو قارن او لا صف، قارن او لا صف. في هذه الحاله طالبين قارن نسبه نمو الاقتصاد الصيني ووضعيه الميزانيه التجاري مع باقي القوى الاقتصاديه الاخرى. اذا باش تقارن كتمشي للمبيان اللي نجزتي. اذا بغاونا نقارنوا نسبه نمو الناتج الداخلي الخام اللي هي باللون البرتقالي هنايا ما بين هذه البلدان، هذه الصين، هذه اليابان، هذه الولايات المتحده الامريكيه، ونقارنوا وضعيه الميزان التجاري في هذه البلدان بثلاثه. انتبهوا معايا كيف نديروا المقارنه، حتى هي بسيطه. مقارنه، اذا عندنا غادي نبداو بالناتج الداخلي الخام. ملي كتلاحظ هنايا الناتج الداخلي الخام اش كيبان لك في الاول باش تقارن؟ كتقول بان هاد نسبه نمو الناتج الداخلي الخام كتختلف ما بين البلدان الثلاث. ثم اش كتلاحظ بان الصين كتسجل واحد نسبه نمو الناتج الداخلي الخام كبيره جدا، بحيث كتعاون حتى بالجدول وصلت ل 7.7 مقارنه مع البلدان الاخرى. اذا في المقارنه غادي نديرو، لان طالبين نقارنو جوج، نسبه نمو الناتج الداخلي الخام والميزان التجاري. بالنسبه لنسبه نمو الاقتصاد الصيني، اللي نمو الاقتصاد الصيني كنحدوها بنسبه نمو الناتج الداخلي الخام، فتحقق الصين اكبر نسبه نمو اقتصادي وصلت الى 7.7% سنه 2013، في حين تتميز كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بنسبة نمو اقتصادي بطيئة لا تصل إلى 2%. إذا هذه المقارنة ضرب بالنسبة، ندوزو لوضعية الميزان التجاري. بالنسبة اللي مثلنا قلنا بالأزرق، كنلاحظوا بأن في هذا الميبيان هنايا الولايات المتحدة الأمريكية كتسجل عجز في الميزان التجاري، في حين اليابان والصين كتسجل نمو في الميزان التجاري إيجابي. بالنسبة لوضعية الميزان التجاري، تحقق الصين فائضا
في ميزانها التجاري وصل إلى 2.1% ونفس الشيء بالنسبة لليابان. اليابان أما الولايات المتحدة الأمريكية فتعرف عجزا في ميزانها التجاري يصل إلى ناقص 2.3%. إذن هذه هي الوصف بهذه الطريقة كنوصفو كنقولو الظاهرة شنو فيها وكل دولة كنقارنوها مع الدول الأخرى، وبالتالي فالتقنية بسيطة ولا تتطلب واحد المجهود اللي هو كبير جدا. إذن هذه عندها نقطة ونصف، إذن نقطة ونصف يعني بسيطة وسهلة ما خصناش نضيعو. إذن ثلاثة نقاط على الميديان ونقطة ونصف على المقارنة ولا الوصف، مرة كتكون نقطة أو لا نقطة ونصف. إذن هنايا 4 ديال النقاط بدون حفظ لحد الآن. ثم السؤال الآخر أيضا هو استخرج من الوثيقة 2 و3 العوامل المفسرة لمكانة اقتصاد الصين. تدي ما لقيناش في الحفاظة فيها غير من الوثائق، تكون ضابط تقنية الاستخراج وصافي. استخرج من الوثائق الوثيقتين من الوثيقتين 2 و3 العوامل المفسرة لمكانة الاقتصاد الصيني. إذن غادي نمشيو للوثائق الوثيقة 2 و3. الوثيقة 2 هي كتقراو الوثيقة في الاستخراج كتاخد واحد ستيلو وكنقراو الوثيقة ولا قلم وكنسطرو على جميع العوامل اللي ساهمت في نمو الاقتصاد الصيني. مثلا في نهاية السبعينيات القرن العشرين وضعت الصين تحديث اقتصادية في المركز الأول، أنا راه سطرت عليهم باش ما نضيعلكمش الوقت. إذن تحديث الاقتصاد وعملت كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف، تخلت تدريجيا عن الخطة من أجل اقتصاد السوق، إذن انفتحت على اقتصاد السوق وعبأت مصادر الضخمة من اليد العاملة واستغلت علنية العولمة لتصبح مصنعا للعالم، استفادت من العولمة ومن انفتاحها للعالم، وبدلت جهدا استثماريا هائلا من أجل تحديث الصناعة وتطوير البنى التحتية، تحديث الصناعة تطوير البنى التحتية، وجذبت الصين رؤوس أموال أجنبية، جذب رؤوس الأموال الأجنبية. إذن هذه العوامل كاملة اللي كاينة في الوثيقة 2 كنكتبوها على شكل عوارض. إذن جميع العوامل غادي نكتبوها على شكل عوارض. ثم الوثيقة أيضا 3 طلبوا لنا حتى الوثيقة 3 كنقراو الوثيقة. الوثيقة إنتاج بعض مصادر الطاقة والمعادن في الولايات المتحدة الأمريكية والصين سنة 2003. إذن كنشوفوا دور هذا إنتاج مصادر الطاقة والمعادن في قوة الاقتصاد الصيني أو في تفسير قوة الاقتصاد الصيني. ملي كنشوفوا الصين كنلقاو بأنها كتنتج كميات كبيرة جدا من المعادن ومهمة أيضا من مصادر الطاقة، وبالتالي تتعامل من العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الصيني. ثم أيضا هناك تزيدها توفر على إمكانات ضخمة من مصادر الطاقة والمعادن. أنت خرجتي جميع هذه العناصر وبلا ما تكون حافظ أيضا، ويدي 2 نقاط محطوطة على هذا السؤال. إذا لحد الآن أنت جامع 2 نقاط 3 و3 على الميديان هي 6.5، هنايا 6.5، 6.5 لحد الآن ما فيها حتى شي سؤال ديال الحفظ. السؤال الرابع أيضا استخرج من الوثيقة 4 انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد الصيني. الوثيقة 4 عندنا هي هذه واللي كتهضر على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد الصيني. ملي كنقراو الوثيقة هنايا كنلقاو بأن الولايات المتحدة الأمريكية توجه مجموعة من انتقادات الاقتصاد الصيني، منها أن اعتبار الاقتصاد الصيني يقوم على النسخ والمحاكاة، تخفيض العملة، خفض قيمة العملة، ثم تستمر الصين مرهونة بالاستثمارات الخارجية، الارتباط بالاستثمارات الخارجية، ارتفاع المديونية وارتفاع البطالة وهشاشة التجارة أو القطاع التجاري في
الصي. اذا هادشي اللي كاين، كنمشيو نديرو رابعا وغادي نكتبو استخرج، استخرج انتقادات الصين الولايات المتحدة الأمريكية للصين أو للاقتصاد الصيني، وكتخرج هذوك الانتقادات كاملين بدون ما تتخلي حتى شي واحد، إلا أنا حيت تيقولوك استخرج، حاول تستخرج جميع العناصر. إذا هنايا مطلوب أن نخرج جميع العناصر، كنخرجهم كاملين من الوثيقة ماشي من راسي، ومحطوط عليها نقطة ونصف. لحد الآن احنا غادي نجمعوا 8 ديال النقاط، ما فيهاش حتى شي سؤال على الحفظ. 3 ديال النقاط، 1.5 هي 4.5، 2 ديال النقاط هي 6.5، ونقطة ونصف هي 8 نقاط. إذا جمعتي لحد الآن 8 ديال النقاط ما فيها حتى شي سؤال ديال الحفظ. خامسا، اكتب فقرة توضح، أو اكتب فقرة أوضح فيها، توضح تحديات الاقتصاد الصيني. اذا تحديات الاقتصاد الصيني، ملي طلبوا لنا هنايا سؤال تحديات الاقتصاد الصيني، غادي نكتب التحديات اللي كاينه في الاقتصاد الصيني كامله، جميع المجالات، يعني تحديات اقتصاديه اجتماعيه مجاليه بيئيه طبيعيه باختصار. وهذا هو اللي فيه شويه ديال الحفظ، ويمكن نكتبوا حتى من الثقافه العامه، واللي كيقيس قدرة التلميذ على كتابة فقرة متماسكة دون أخطاء ودون الاعتماد على العوارض. إذا كتكتب يواجه الاقتصاد الصيني مجموعة من التحديات والمشاكل في عدة مجالات، فمثلا على المستوى الاقتصادي، المنافسة، وإلى غير ذلك من النقاط، حتى كتسالي الفقرة ديالك، وكتكون عليها جوج ديال النقاط، وهذه اللي فيها نسبيا شوية ديال الحفظ. وبالتالي الامتحان في مادة الجغرافية كيت اللي كانت يشتغل على الوثائق، 8 ديال النقط كتكون محطوطة على الوثائق. وفي النهاية ما تنساش الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد حول مادة الاجتماعيات ومنهجيتها.